بكم جميعا في مصر. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم المكانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية. وبوجه نداء إن سمحتولي. بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب. من أجل أن تتوقف هذه الحرب. ان ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ